الوطنية متواصلين معكم من توا حتى للماضي ساعتين. زوز ضيوف نستقبلهم في ساعتنا الثانية. ضيف الانترفيو نعمان النعيري المواطن الرقيب للخدمة العمومية عن رئاسة الحكومة، وأيضا نستقبل الصحفي والكاتب والمحلل السياسي اللبناني وعضو الرابطة الدولية للخبراء خليل القاضي، عضو المحللين السياسيين. طبعا عودة على آخر التطورات الميدانية وتهديدات من وسائل الإعلام إسرائيلية تتوعد ب حدث في الساعات القادمة. شنو نجم يكون الحدث؟ خالد كرونة تحياتي، أهلا وسهلا. هكذا عنوانات منذ قليل وسائل إعلام عبرية. أهلا وسهلا ساعة، ولكن هذا الخبر لا يمكن إلا أن يبهجنا، لأنه يجب نعرفه اللي وسائل الإعلام في الكيان هي وسائل إعلام محطوط عليها قيود متاع رقابة، والسلطات في الكيان الصهيوني تمنع نشر أي شيء إلا قبل إلا بعد إجازة النشر، بعد يعني الترخيص في النشر. هذا الإعلان يدل على أن وسائل الإعلام قد خرقت الرقابة، وهي تعلن بهذا في مواقع مختلفة، ومنها طبعا والآن المشاهدون رأوه على فضائيات كثيرة، أن هناك حدثا خطيرا ويصفونه أيضا بأنه غير عادي. توقعات، مجرد توقعات، أن هذا الحدث تجاوز المواجهات العادية، قد يكون ما لم يتمكن الفدائيون أمس من فعله، يعني من أسر بعض الأجناد الصهاينة أحياء، وهم وقد يعني كادت العملية أن تنجح يوم أمس في العديسة ولكن لم يحصل هذا. ربما يكون هذا قد حصل خلال أي يعني وقت وجيز. على أي حال سنعرف ما هو هذا الخبر الذي أزعجهم. ويتنتي وأيوة لكل حادث حديث كما يقال، كما أنت قلت نجم نأخذه ببعض التأويلات مما يهدد، نجم تكون دخل حتى في الحرب الإعلامية اليوم للكيان الصهيوني، يهدد يلعب على الأعصاب، خاصة وأنه هذا الإعلان نوعا ما تزامن والاجتماع العاجل والكلمة اللي كان ألقاها منذ لحظات باش نرجع عليها المندوب الدائم بلبنان لدى جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ بشأن الوضع اليوم بلبنان. تفاصيل هذه وغيرها نرجع عليها أيضا تباعا بالبنت العريض. هذه المواضيع وعودة على شأن الوطني أيضا في علاقة بآخر التطورات، خاصة وأنه من المفروض باش نحكيه على مواطنين التوانسة. 102 مواطن تونسي البارح كانوا عاملين بعض أو كان عندهم لديهم بعض الاحترازات، وكنت قريت لكم البيان متاعهم في الانترفيو، بيان الرئاسة اللبنانية باش نرجع عليها، اختلطت الأمور الأخبار برشا خالد كرونة اليوم. بيان السفارة التونسية ببيروت، واليوم وزارة الخارجية التونسية تعلن نقل أكثر من 100 مواطن تونسي وذويهم اللبناني إلى مطار عمان في انتظار عودتهم إلى تونس من عمان. الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الصمت الانتخابي بالخارج خالد كرونة، غدوة تنطلق الاقتراع، صناديق الاقتراع تفتح أبوابها بالخارج، ووزارة العدل التونسية تعلن عن مخطط استراتيجي لإرساء أهداف متعددة، منها نحكيه على منظومة قضائية وسجنية رقمية. تحياتي رفيق دريدي، توت سويت بالبونت العالي. بالبونت العريض، مرحبا زينة، مرحبا أستاذ خالد، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل واللي تابعوا فينا على صفحة الإذاعة الوطنية. البداية بتبيع بالتطورات في لبنان وفي علاقة برحلات العودة الطوعية للمواطنين التوانسة المقيمين في لبنان. وزارة الشؤون الخارجية تأكد في بيان من قرابة الساعتين أنه تم اليوم الصباح في مرحلة أولى تأمين نقل 102 مواطنين التوانسة وذويهم إلى مطار العاصمة الأردنية عمان، وإن كان في استقبالهم سفيرة تونس لدى المملكة الأردنية الهاشمية. رحلة جي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه تتكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائدة التوانسة المقيمين في لبنان واللي يحبوا يرجعوا لتونس. العودة الطوعية، نعم بالضبط زينة، في إطار العودة الطوعية. وتأكد وزارة الخارجية أنه المساعي الحثيثة تتواصل حاليا مع كل الجهات المعنية لتأمين عودة التوانسة في أفضل الأجال الممكنة، بالإضافة لبقية الراغبين في الرجوع إلى أرض الوطن. بياني جي بعد
البلاغ اللي كانت أصدرته السفارة التونسية في العاصمة اللبنانية بيروت البارح الأربعاء، اللي تقول أن العمل متواصل على تجاوز العراقيل اللي حالت دون تسيير الرحلة اللي كانت مبرمجة نهار 3-1 أكتوبر لفايت عدد من التوانسة اللي يعيشوا في لبنان. التأخير حسب السفارة يتعلق أساسا بالظرف الأمني الخطير، نعرفوا القصف اللي كان قريب من مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك الصواريخ اللي كانت سقطت في مناطق قريبة من المطار. نذكروا اللي سفارة تونس في بيروت كانت أعلنت نهار 29 سبتمبر أنها بتنظم رحلة خاصة لفئة 260 تونسي مقيمين في لبنان، تم إدراجهم في قائمة من بين 404 مطالب حجز وصلت للسفارة وسط أولويات أمنية صحية إنسانية حسب السفارة التونسية في بيروت. إذن خالد كرونا، تتواصل رحلات العودة الطوعية من بيروت إلى تونس اللي يتأمنها النقلة الوطنية. طبعا البارح وكما كان يذكر منذ قليل رفيق، السفارة التونسية بلبنان وضحت قرى وتأخرنا نظرا للوضع الأمني، قصف القصف اللي قاعد يصير، فالتأخير طبيعي ونتفهمه. هو حتى ترحيل بعض المواطنين التونسيين عن طريق مطار عليا في عمان يدل على الصعوبة التي تواجه الدبلوماسيين في تأمين هذه الدبلوماسيين التونسيين، يعني بعلاقة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية في تأمين هذا الرحيل. الأمر ده المسألة الأمنية مسألة يراها الناس على كل شاشات العالم. الطيران الصهيوني لا يتوقف على القصف. البارحة كانت ليلة قاسية على 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 بيروت، يعني لم تنجو العمارات ولم تنجو مربعات مختلفة ولم تنجو حتى المقابر يعني التي تم قصفها بوحشية. يعني للأسف الشديد الوضع، نحن قلنا في حصة سابقة إنها لن تكون حربا محدودة كما قال الصهاينة، هذه كانت أكذوبة، وقلنا إنها سوف تكون حربا طاحنة، والأحداث تؤكد ما ذهبنا إليه، لأن هذا العدو لا 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 يعني ليس لديه أهداف عسكرية حقيقية يمكنه أن يحقق فيها انتصارات ميدانية فاعلة. ولذلك يتجه إلى نوع من الإبادة، يحاول أن يكرر نموذج غزة في لبنان، ولا يتوانى عن قصف أي مكان. بالمناسبة القصف لا يطال بيروت فقط، يطال أيضا مناطق من سوريا. يعني هناك حالة من الهيجان الصهيوني وحالة من الاندفاع نحو محاولة جر المنطقة إلى ما يسمونه الحرب الشاملة، وهو أمر يبعث الفزع في نفوس الناس. ولكن ينبغي في لحظة معينة أن نتعقل، كل المؤشرات الدولية تخبرنا بأن الحرب الشاملة لن تحصل. في الدقائق اللي فاتت كان فما اجتماع طارئ لطبعا الدول العربية، في الاجتماع كانت هناك كلمة لمندوب لبنان الدائم بجامعة الدول العربية، خليني نعطيكم منها فكرة بما أنه الكلمة مزيت ما خرجتش، ولكن حسب آخر التأكيدات والكلمة اللي تحصلنا عليها مباشرة من جامعة الدول العربية للمندوب الدائم اللبناني، يأكدوا أنه لبنان تواجه واحد من أخطر المحطات في تاريخه، يقول أزمة تهدد وجود اليوم لبنان ومستقبل الشعب اللبناني. الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تنفك تغتال مدنيين من أطفال نساء ومسنين وأيضا مسعفين، تسقط الجرحى، تهجر، ترعب الأبرياء العزل، وتدمر القرى والمدن والأحياء السكنية. وفي خلاصة القول للكلمة يأكد المندوب اللبناني الدائم لدى جامعة الدول العربية بأن لبنان تحمل إسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ويوجه دعوة إلى المجتمع الدولي اليوم في أكثر من أي وقت مضى إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وخاصة وأن العدوان يستهدف بالأساس القطاعين الصحي والإغاثي، يعني حتى أخلاق الحرب يعني داست عليها اليوم، وداس عليها العدوان الغاشم، يستهدف مدنيين وهم بحالة نزوح، ومؤسسات صحية. ليلة البارحة تم قصف مؤسسات صحية في لبنان، يعني إنك لا تجني من الشوك العنب كما يقال. يعني سوف لن ننتظر من الصهاينة الالتزام بأخلاقيات الحرب هذه، بالعكس
أظن أن إذا علقنا على يعني ما يجري في جميع الدول العربية فقط ويقول فضل. ويؤكد لبنان موقفه الرافض للحرب مع تمسكه بسلوك طريق الحل الدبلوماسي القائم على قرارات الشرعية الدولية مع تجديده على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية. ويقول كنا دائما نبحث عن حلول مستدامة واستقرار في لبنان وفي المنطقة ككل. أخيرا وفي خلاصة الكلمة، وضح السفير والمندوب اللبناني الدائم لدى جامعة الدول العربية بأنه لبنان مر عبر التاريخ القديم والحديث بأزمات ومحن خطيرة ومصيرية، ويقول في كل مرة لبنان ينفض عنه الرماد كطائر اللافينيق ويخرج معافى إلى الحياة من جديد بفضل أبنائه وبفضل دعم الأشقاء العرب، وسيخرج إن شاء الله المحنة هذه أيضا لبنان. نعطيك الكلمة خالد كلنا. سيخرج لبنان هذه المحنة ولكنه لن يخرج بفضل الشرعية الدولية. الشرعية الدولية خرقة تمزقت، رأيناها تمزقت منذ بداية هذه الألفية، منذ الحملة الأطلسية على العراق، ثم رأيناها في لبنان ورأيناها في فلسطين ورآها الناس على مدار سنة أمام أعين العالم. اليوم رقم الضحايا الشهداء الذين سقطوا في غزة يقارب 42,000، يعني قريبا يصل إلى 42,000 شهيد. وهذه القوى الدولية وهذا المنتظم الأممي وهذا كل هذا الكلام الذي يقال عن الشرعية الدولية سقط. أنا أرثي لحال سعادة السفير المندوب الدائم لدى جميع الدول العربية وأرثي لجميع الدول العربية نفسها، لأنها منظمة جزء من هذه المنظومة القانونية والمنظومة المؤسساتية التي قامت عقب الحرب العالمية والتي لم يعد لها الآن أي جدوى. بالمناسبة عندما يقول إن لبنان انتفض من جديد كطائر الفينيق، ينبغي أن نذكر الناس بأن لبنان يعني تمكن من الخروج منتصرا أو في نصف انتصار بعد غزوه سنة 82 وبعد حصار بيروت لمدة 88 يوما بفضل المقاومين وليس بفضل الشرعية الدولية، وإنه حقق أول انتصار مهم على الصهاينة في أيار 2000 سنة 2000 عندما فر الجنود الصهاينة وأيام إيهود باراك في ذلك الوقت، فروا بين عشية وضحاها وتركوا دباباتهم خلفهم. وكان بعد ذلك انتصار 2006، وسيعرف الناس وسيرى الناس انتصار 2024 قريبا جدا إن شاء الله. لكن دعونا من الأوهام، هو مضطر أن يتكلم بهذه الطريقة، هذا الخطاب الدبلوماسي وهذه شروطه. هذا الاجتماع لا فائدة أن نبيع الأوهام، وجه هذا الاجتماع لن يضيف شيئا، بالعكس الأمر الخطير. أشهد أيضا بدور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والسلم له. هذا كله كلام خشبي. حقيقة الأمر الجيش اللبناني ليس هو من دافع عن لبنان عندما يحتاج لبنان الدفاع. أيوة. وحقيقة الأمر أيضا تحكي المقاومة بطبيعة الحال، وليس معنى ذلك أن الجيش كان يقاتل ضد بلده طبعا. لسنا هنا بصدد تخوين الجيش، لكن القوة الضاربة التي أوقفت الصهاينة المرة تلو المرة والتي ضمنت سلامة تراب لبنان عبر السنوات الماضية كانت المقاومة، والمقاومة ليست فقط حزب الله بالمناسبة، المقاومة فيها أذرع كثيرة وتنظيمات كثيرة. الذراع الأهم والأقوى هو حزب الله. الأمر الآخر الذي نحتاج أن نتوقف عنده في هذا البيان الذي وجهه مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة، أن الحكومة اللبنانية خضعت الابتزاز، وسمعنا حتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يوم أو يومين يحاول أن يقدم وعودا لا يمكنه تنفيذها، يحاول أن يقدم وعود بتنفيذ القرار 1701 الذي لم ينفذ عمليا منذ صدر عن الأمم المتحدة في أعقاب حملة صهيونية سابقة. والقرار هو يمثل جوهر مطلب الصهاينة، وهو أن يوجد حزام أمني حتى نهر الليطاني لا يكون فيه إلا الجيش اللبناني وإلا قوات اليونيفيل التي للأسف الشديد لا تطلع بدورها كما ينبغي، فقط تكون بوابة الكثير من النشاط المخابراتية، وهذا لن يحصل. خالد كرونا لست متفائلا؟ بالعكس نوعا ما ماكش متفائل ببيان وبقرار وباجتماع جامعة الدول العربية. النظام الرسمي العربي، دعونا نقول يعني شيء يعرفه القاسي والداني، النظام الرسمي العربي هو نظام متهالك، نظام مهترئ، نظام لم يعد يستطيع أن يلعب أي دور.
وأهم دليل على ذلك دعونا من مسألة لبنان، انظروا إلى غزة ماذا حصل فيها مدة سنة الآن. نحن على مشارف أيام لنكون في الذكرى الأولى لسبعة أكتوبر. نعم. النظام العربي الرسمي لم يستطع حتى ضمان وصول قوارير ماء إلى الناس الظمأة في 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 غزة، لم يستطع أن يضمن حليب الأطفال، لم يستطع أن يضمن الحد الأدنى للمعاش. كل النظام العربي الرسمي متهالك، بالتالي المقاومة هي الحل بطبيعة الحال. لو أن يعني نقلب الآية، لو أن المقاومة في غزة لم تصمد، لو أن ليلة البارحة ما زالت المقاومة في غزة تطلق الصواريخ، صحيح، لو أن المقاومة لم تصمد ماذا كان سيجري؟ ليس فقط هدم الحيطان وتجريف الأراضي وحرق الناس وهدم الحجر وقتل البشر، كان سينهى ملف المسألة الفلسطينية التي كما أرادوا منذ زمان، أرادوا أن يدفنوها وأن يقبروها. الآن نحن في لحظة فارقة، ينبغي أن نفكر بشيء من الشجاعة ومن الموضوعية. أولئك الذين، خطر من السهل أن نجلس هنا وأن نتحدث كما اتفق، أولئك الذين يقفون الآن وراء المتاريس في جنوب لبنان، نعم، وأولئك الذين يواجهون الطيران الصهيوني في 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 غزة، هم أولئك أناس يحملون الآن أمالة أمانة ثقيلة يحملونها عنا. المقاومة يمكن أن ننظر إليها حتى بمنظار آخر، هي لحظة إبداعية، لأنهم يبدعون في كل يوم ويبتكرون في كل يوم طرائق جديدة بها يواجهون هذا العدو. يعني العدو الآن مسكون بالهوس، نعم. رأينا خاصة اليوم الأول للمحاولة، وهذا علقنا عليه أظن يوم أمس، باءت جهودهم بالفشل، واعترفوا هم أنفسهم بأن قواتهم قوة النخبة، وخلافا لما يقال لم تشارك حسب البيانات الرسمية للمقاومة اللبنانية، لم تشارك قوات النخبة اللبنانية يعني قوات الرضوان إلا الآن في العملية. يعني القوات النظامية لحزب الله بين ظفرين كما يسمونها هي التي تولد هذا الصد وحققت هذه النتائج. اليوم صباحا إلى حد اللحظة قبل أن أدخل الاستوديو كان هناك أكثر من 100 صاروخ انطلق من لبنان على على على, على مواقع عسكرية صهيونية. أنت تحدثت منذ حين عن أخلاقية الحرب، نعم. أهم شيء أن المقاومة اللبنانية طيلة الأشهر الماضية، يعني منذ 8 أكتوبر الماضي، نعم، عندما نعم أسندت غزة، لم تختر أبدا أهدافا مدنية. صحيح. كان بإمكانهم ببساطة يعني إلقاء صواريخ على أسواق أو على مستشفيات كما أو على الكين. مدارس، نعم، كما يفعلون، أو على أحياء سكنية. نحن ما زلنا وسنظل أشرف منهم، لأننا نعرف أن هذا العدو، نعم، يقتل الإنسان لأنه لا يملك صورة للإنسانية أصلاً. وهو كذلك، وفي لقاء ربما وصف بالتاريخي بعد أول لقاء كان جمع بين ولي العهد السعودي ورئيس الإيراني منذ إعادة العلاقات، واللقاء اللي جمعهم في 11 نوفمبر 2023 لقاء فريد من نوعه بين وزيري خارجية السعودية والإيران. اللقاء هذا زينة كان البارح في العاصمة القطرية دوحة، وين وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في زيارة رسمية جي في إطار تعزيز العلاقات مع قطر، وكان التقى كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في لقاء خاص، وكذلك التقى بوفد من حركة المقاومة حماس. من بين أهم التصريحات اللي كان قالها الرئيس الإيراني يعتبر أنه سبب تجرؤ النظام الصهيوني اليوم لارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية في غزة هو عدم وحدة الدول الإسلامية. يقول أنه إذا ما صارتش الوحدة هذه في مواجهة العدوان فإنه غدوة باش يكون دور الدول الإسلامية الأخرى حسب قوله. ويأكد بيزشكيان كونه الدول الإسلامية كلهم أخوات بالنسبة لإيران بما فيها المملكة العربية السعودية، ويقول أنه الوقت وحان لكونه تكون الخلافات على جانب ويكون التصدي موحد للعدو الصهيوني. هذا لقاء واللي حكيت عليه هنا لقاء، واللقاءات والحلقات السعودية الإيرانية ما وراء ذلك اليوم خالد كرونة. اليوم وحسب مصادر الشرق الأوسط فإن وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقيان في بكين، والبارح لقاء في الدوحة، وهذا كل على أساس لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات اللي تم الإعلان عليه بين البلدين خاصة الرسميين الشهر اللي فات. ولكن هل يمكن أن يكون ما يحدث اليوم بالشرق الأوسط علاقة بهذه اللقاءات المكثفة بين البارح واليوم؟ هو ينبغي ألا تخوننا الذاكرة، أننا الآن ننظر إلى الشرق على الأقل منذ 11 شهرا أو حوالي السنة الآن، منذ أن بدأ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. من يتذكر منكم حدثا مهما نهضت إليه
المنظومة منظومة التعاون الخليجي لإسناد غزة دبلوماسيا أو سياسيا أو دعائيا. كل ما رأيناه عفوا بعض جهود الوساطة لمحاولة تأمين يعني مع 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 المصريين لمحاولة تأمين وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى. عدا ذلك ينبغي أن نفهم استراتيجيا أن الوزن الذي كانت عليه السعودية في سنوات ماضية وزنها في كقوة إقليمية قد تراجع، تراجع لصالح قوتين، تراجع لصالح تركيا، وتراجع التي في وقت من الأوقات كنتم تتذكرون أيام اشتداد الحملة على سوريا وأيام نشاط الحركات الإرهابية صارت تركيا تتصرف وكأنها زعيمة العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك تراجع الدور التركي أيضا بعد هزيمة، بعد هزيمة يعني الحركات الإرهابية، وباتت الآن القوة الإقليمية الأكبر التي تتحرك في الميدان هي إيران. الصينيون كما أشرت منذ حين، وينبغي هنا أن نتذكر القمة التي حصلت في الرياض، القمة العربية الصينية التي حضرتها تونس بالمناسبة. الصينيون هم الذين بدأوا في هدوء يحاولون ترتيب العلاقات من جديد في المنطقة. وكانت السعودية وإيران اتفقوا برعاية صينية آنذاك لاستئناف علاقاتهم الدبلوماسية المقطوعة من 7 سنين. هذه ممكن ملاحظة مهمة أن الدبلوماسية الصينية هي دبلوماسية تكره الصخب وتريد دائما أن تتحرك في في في, في صمت وتهتم بأن تحقق الإنجازات أكثر من أن تثير الثرثرة حول ما تفعل. الآن كل الدول العربية وليست السعودية فقط في الحقيقة، كل الدول العربية في وضع إحراج. هذا هو ما معنى النظام العربي المتهالك، يعني أن النظام الرسمي لم يستطع. انظروا عندما نفحص الآن، ولا تنظروا فقط إلى موقف تونس، يعني ممكن موقف تونس البعيدة جغرافيا عن منطقة النزاع، لكن موقف تونس كان متحررا قليلا من هذه الضغوط، واستطاعت تونس أن تقول شعبيا ورسميا أيضا أن تقول إنها مع المقاومة إنها مع التحرير. هناك دول لا تجرؤ حتى على قول هذا، يعني وهو غالبية الدول العربية لا تجرؤ. بل رأينا أن دولا عربية للأسف الشديد بدأت من أيام ترامب بدأت خطوات في التطبيع واستمرت فيها وعززتها ودعمتها، وبعضها هنا في منطقتنا في شمال إفريقيا. يعني نحن أمام وضع انهيار المنظومة الرسمية للنظام العربي الرسمي. ولذلك عندما انتقدنا منذ حين أداء الجامعة العربية، هذا حتى أصغر طفل في تونس يعرف أن الجامعة العربية هي مجرد بناية حمقاء الآن لا قيمة لها، ويعرف أن أنها لا يمكن، لا هي ولا حتى الأمم المتحدة. هي الأمم المتحدة أكبر منظمة دولية أنشئت بغاية حفظ السلام في العالم، رأيناها عاجزة عن افتكاك فقط وقف إطلاق نار بعد سنة كاملة على غزة، ولم يحصل هذا. وفقط الوقف إطلاق النار الوحيد الذي تم عندما عبرت المقاومة عن استعدادها لتقديم بعض الأسرى تتذكرون لأسباب إنسانية في البداية، وتم إطلاقهم. وربما المقاومون في ذلك الوقت كانوا ينظرون إلى مسار مختلف غير المسار الذي صارت إليه الأمور الآن. ولذلك سوف نرى أن النظام الرسمي العربي خلال الأشهر القادمة، وإذا ما كتب لنا أن نرى انتصارا هذا الذي نتوقعه، سترون أن النظام العربي الرسمي سينكفأ أكثر وسيزداد هوانا. واصل معك رفيق. نواصل زينة ومن نمشي إلى الشأن الوطني، نحكي على وزارة العدل اللي صارت فيها جلسة من نهارين تخصت لمتابعة تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية حسب مخطط الوزارة الاستراتيجي من 2023 حتى ل 2025. بلاغ لوزارة العدل يقول كونه الوزيرة ليلى جفال اذنت بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية. تقول انه النقطة هذه تمثل تحول غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي نحو ارساء عدالة رقمية صفر ورقية. توضيحات تجي من عند المستشار المكلف بالانتقال الرقمي بديوان وزارة العدل إلياس الميلادي اللي يقول كونه المخطط الاستراتيجي يضمن عديد الأهداف، منها تحقيق انتقال رقمي شامل للمنظومة القضائية والسجنية. يقول كونه من بين
الميزات ممكن الخاصة بالمنظومة الرقمية هذه أنه فيها وظائف خاصة بالقضاة والمحامين والكتبة وتخول لإعداد الأحكام القضائية وتلخيص الأحكام من غير ما يكون المحامي يتنقل في كل مرة إلى واحدة من المحاكم وينجم زادة يطلع على مآل الملفات. يمكن المحامي من عدم معناها التنقل في كل مرة إلى المحكمة للإطلاع على الملفات، خاصة المنظومة توفر إشعارات آلية للمحامي بمجرد صدور مثلا حكم تحضيري ولا تأخير القضية، يلقى على البلاتفورم معناها المخصصة ليه في الكونتنت تاعو، يلقى أنه مآل القضية أخرت مثلا جلسة يوم كذا أو صدر حكم تحضيري بكذا وإلا حتى صدر الحكم في القضية، وهذا باش يخفف الضغط على المحاكم يعني عدد الوافدين، ولكن في نفس الوقت باش يمكن من السرعة في الإطلاع على الأحكام والإطلاع على مآل الملفات، وهذا فيه ربح كبير سواء كان بالنسبة للمحامي سواء كان بالنسبة للمواطن. كيف توجيه التقارير المحامين بين المحامين والمحكمة وبقية أطراف الدعوة باش يكون بصفة إلكترونية، ونسعى وتوا إلى زادة باش نضيفوا حاجة أخرى في المنظومة اللي هي الحضور في الجلسات عن بعد، يعني المحامي واللي في الجلسة ما عادش يضطر مثلا كيبدا عنده ثلاثة جلسات في ثلاثة محاكم مختلفة، ما عادش يضطر باش يمشي للثلاثة محاكم في نفس الوقت، لكن نجم المكتب نتاعو يحضر عن بعد في المحكمة الأولى والمحكمة الثانية. هذا إن شاء الله بالانطلاق في الاستعمال يعني استغلال المنظومة في المحاكم دونك باش يقع التركيز يعني التجهيزات اللازمة، ونجم معنا بداية من نتصور أنا بداية من آخر شهر أكتوبر إن شاء الله. بداية من آخر شهر أكتوبر كما كنا نسمعوا زينة باش تكون فما زادة إمكانية لكونه الجلسات تنعقد عن بعد، هذه تجربة ريناها في فترة تفشي فيروس كورونا في تونس وقتها تم اعتمادها في عدد من المحاكم، فمن المنتظر كونه التجربة هذه ترجع في إطار تسهيل الخدمات القضائية لكافة المتدخلين. الرقمنة، رقمنة المنظومة السجنية، رقمنة وزارة العدل خالد كرونة، وكم نحن في أمس الحاجة لهل الرقمنة، خاصة المحامي يدخل يشوف الأحكام المعنيين بالأمر أيضا يولي عندهم أكسي، ساعات فما شكون يصير بيناتهم انفصال ويقعد يستنى في حكمة المحكمة بطلاق ولا برا طلع مضمون وقعد يستنى. شوف مرفق العدالة بصفة عامة في بلادنا وهذا بإجماع كل العارفين وبقناعة القائمين عليه، زاد هذا كلام سمعناه من وزير العدل، سمعناه من رئيس الجمهورية في مرات كثيرة، سمعناه من أصحاب الشأن السادة القضاة، سمعناه من السادة المحامين، هذا المرفق عليل. عليل علاش؟ لأنه عدد القضايا في غالب الأحيان مرتفع قياسا رأس المال البشري، إيه للموارد البشرية والإمكانيات البشرية. ثم القوانين اللي هي من ثم قوانين ما تنجمش انت تقفز عليها، اللي هي قوانين تضمن يعني درجات في التقاضي وتضمن حق المتقاضي، لكن هي تؤدي الى بطء النسق نتاع الحسم في القضايا، وهذا واحد من الاسباب نتاعو، واحد من الاسباب نتاعو انه الاداره ماهيش مرقمنه. يعني مساله الرقمنه اولا باش نوضحوا للناس الاجراء هذا حسب ما فهمتنا وإن شاء الله يكون فهمي سليم، يهم فقط بعض المحاكم النموذجية، يعني مازال ما هوش معمم أكيد هي تجربة، يعني باش يبدو كما مرحلة تجريبية بالضبط، باش نبسطوا شوية باش الناس يفهمونا، عبارة باش يعملوا مرحلة تجريبية أولية اللي ثم في انتظار تعميمها بطبيعة الحال، في انتظار نجاحها وتعميمها، خطر ثم جوانب كثيرة يلزم تضمن سلامة المنظومة هذه من الاختراق، يلزم تكون ثم يعني ثم جوانب تقنية معناها لابد من العناية بها، ويقولي ثم إمكانية للمحامي وللقاضي وللناس كل باش ينجموا يوصلوا لنفس الغايات اللي هي بلوغ العدالة بأقل ما يمكن من المشقة، وهذا في نفع وفي صالح المتقاضين، في صالح الشعب الكريم اللي محتاج العدالة، لأن العدالة في تعريفها المطلق كمؤسسة كمرفق هي نصير من لا نصير له، الإنسان عندما صحيح. تغلق أمامه الأبواب أن يقرأ أبواب العدالة، هذا تعريف بسيط يتفق عليه الناس كل القاسي والداني. اليوم أنا يحزني كتونسي أنه معناها نستناه عام 2024 باش نبدأ تجارب صغيرة في محاكم نموذجية، وقت اللي احنا بلادنا تعج بالشباب اللي هو عنده قدرات تكنولوجية في المهندسين تاع الإعلامية، واللي احنا الخبرات هذه في الحقيقة انا متأسف، ما انا رأيت بأم العين في بعض البلدان أوروبا شباب تونسيين هم الذين انتجوا يعني برمجيات حلول. وتطبيقات يشتغل بها الآخر، ونحن لم نستفد من هذه الكفاءات التي يعني علمناها ودرسناها لأننا أدرنا الظهر ولم ننتبه إلى ان
الرقمنة ليست تفيد فقط في تيسير المرافق العمومية، الرقمنة وهذا رهان كبير هي عنوان الأول لمقاومة الفساد. صحيح، لأنه هذه حاجة بديهية يعرفها القاسي والداني. وقداش سمعنا من حكومة تحكي على الرقمنة؟ قداش سمعناهم خلال السنوات الماضية؟ الكل حكى على الرقمنة ورقمنة الإدارة، حتى واحد ما مشى خطوات جدية. معناها ثم خطوات، لكن خطوات محدودة. اي شنو المانع الزيرو بابي اللي قاعدين نحكيوا عليها اليوم في الاداره؟ ما وصلوش، ماهوش مانع تقني، بالعكس هو اقل كلفه، يعني حتى ماديا الاعباء كي تصرف الدوله على تطبيقات وعلى دي لوجيسيال باش تصرف اليوم، تصرف اليوم تربح اضعاف وبعد في الاكزرسيس نتاع عام. اللي كان يمنع هو انه ثم دائما من يضع العقدة في المنشار، لأن هناك دائما من يحتاج أن تستمر منظومة الفساد والإفساد. أيوة، هذه الحقيقة لازم نقولها. كل السياسيين الشرفاء بقطع النظر عن ألوانهم السياسية يعرفوا اللي الرقمنة هي سبيل إلى تطوير الإدارة، وهي سبيل إلى مقاومة الفساد. وهذا مازال ما صارش. يعني الخبر هذا خبر احنا يفرحنا، وفي نفس الوقت يحسسنا اللي يلزم المسار ذا يتقدم بسرعة رفيق، لأنه يبقى فقط محصور في محاكم نموذجية قليلة، ماهوش باش يعطي أداؤه. لأنك تسمع أنت ربما توتواتي نستضيف قضاة يشتغلوا في المجال، تقول لك ساعات قاضي واحد الملفات اللي قدامه صحيح كي تعملها حسابيا يلزمه يقعد الملفات هذه يقرأ فيها 3 شهور، وفما قضاة اللي يروحوا بال ما ينجمش يكملوا بعض الوقت، ثم ملف فيه ساعات 3000 صفحة. صحيح، شي يعمل القاضي؟ نقولوا كونوا التجربة هذه زينة فقط نشيروا باش تبدا في بنعروس، قرومبيليا، نابل وزهوان في المحاكم النموذجية المذكورة. بعد يتم تعميم التجربة بعد تقييمها حسب ما كان أكدوا المستشار المكلف بالانتقال الرقمي بديوان وزارة العدل الياس الميلادي. أكيد حاجة كيما هذه تنجم تسهل، خاصة زادة بالنسبة للمتقاضين، لأنه ساعات فما بعض المحاكم نلقى فيهم صف طويل عريض فقط. حتى ظروف العمل في البنية التحتية أيضا لعدد كبير من المحاكم من العاصمة، وإحنا ماشيين وهذا اللي يخفى على حد، الناس كل تدخل للمحاكم وتشوف وتحدثت عنه، حتى وزارة العدل مش فرحانة بما يحدث، تلقى محكمة في جراج فيها الملفات. سي خالد كرونة، كيفاش ينجم نعملوا هكا التريتمون نتاع الملفات؟ يجي عبد عنده ورقة من 2012 تحكم ويحب ياخذ الإذن نتاعو، قديش يقعد من شهر كان مش عام باش ينجم يجبد من الارشيف الورقه نتاعو لانها ماهيش مراقبه؟ لا، وعدد الكتبه وفي بالها وزاره العدل، سامحني رفيق، في بالها وزاره العدل في وقت من الاوقات كيف تتذكروا عملوا خطوه نتاع لتسريع يعني المسارات القضائيه، انشئوا ما يسمى الفصل السريع اللي هو كان بطيئا اكثر من البطء في اغلب المحاكم. يعني مازال عندنا مشاكل كبيره وان شاء الله نتلفتوا لها بالتسريع الجدي. في الأثناء ونحن نحكيوا على البابي والأوراق، على ما يبدو فمانية كما زيغو بابي على لحن الذي تحكى فيها السيني. نتذكر في 6 مارس 2018 في المؤتمر الرابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، خرج الحديث، ما مش الحديث، تصريحات الكل بالإجماع الاتفاق على إصدار هوية عربية موحدة. وين وصلت الهوية العربية؟ البارح زينة كان الموعد في العاصمة مع المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية بمشاركة دولة فلسطين. المؤتمر يتواصل اليوم لمناقشة عدد من المواضيع، من بينها إمكانية الاتفاق على تصور موحد لبطاقة تعريف وطنية عربية موحدة بين كل الدول. لدي مقترح الحقيقة هو كما قلت زينة ماهوش مقترح جديد، هو مقترح قديم، كل ما يجتمعوا يحكيوا عليه متجدد. لا، المرة اللي فات كي تحكي عليه مرتين كان في اجتماع مجلس وزراء داخلية، لكن المرة هذه هو اجتماع نجم نقوله تقني، بما أنه فيه مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، يعني مديري الحالة المدنية كما نقوله في تونس. فمن بين النقاط اللي تم نقاشها هو التصور الموحد هذا، أكثر توضيحات من عند رئيس المؤتمر حمد عبد الوهاب. مقترح أن تكون هوية مشتركة لكل الدول العربية كما زالت قيد الدراسة، يعني إحنا نطمح لها أن تكون توحد كاملة، وإن شاء الله بإذن الله عما قريب تسهل الأمور وتطبق بإذن الله، بس بعد ما يكتمل الردود من الدول الأعضاء. أهم الملامح فيها اللي هو يكون فيها رقم الصورة، فيها البصمة، فيها الشريحة اللي فيها بيانات الشخص كاملة موجودة، هذه أهم ملامح على أساس أنها تكون موحدة لكل الدول العربية، تكون متشابهة في كل الدول العربية واحدة، يعني نفس الهوية. مبروك عليك خالد كرونة، البطاقة الموحدة اليوم
في شي علاقه بالتوحيد. حكينا على وحده المغرب العربي. بصمتي صعب شو اللي بتقولي لي مبروك. هاو تو قريب موجود موجود البصمه نتاعك موجود. هو هو الفكره ان نشيروا فقط زينه كونه الفكره الاصليه في 2016 نعرف وقت المنطقه العربيه شهدت عديد الاضطرابات خاصه في علاقه بتحركات العناصر الارهابيه، فوقتها كانت الفكره كونه يتم اعتماد البطاقه هذه الموحده حتى تكون الامور اكثر امن خاصه في علاقه بالتنقلات وبال في علاقه بالتنقلات في مختلف المطارات والنقاط الحدوديه بين الدول العربيه. هل لديك اقوال الاخرى خالد كرونا؟ لدي اقوال يعني تؤلمني يؤلمني ان اقولها. هو حكي انه من الفائده ان نخرجوا لا كان لي باسبور ضربت وعملوا باسبور مزور. شنو هي قيمه ان نخرجوا ورقه اسمها هذا على افتراض ان هذا تم؟ ها مادام وصلنا لمرحله الاجتماعات التقنيه لا احنا هي كفكره جيده الحقيقه كفكرة ممتازة هي وتسهل. وقتاش تكون ممتازة؟ وقت اللي احنا العرب باش نقولوا عندنا هوية موحدة معناها تيسر تحركاتنا تيسر التنقل توفر يعني ما عادش تحكي على فيزا تخدم المواطنين. اي احنا مربوطين مثلا احنا في تونس مربوطين باتفاق قديم في اتحاد المغرب العربي يرحمه الله اللي هو مازال شكل برك قايم هو الوحيد اللي يسمح لنا بالانتقال داخل فضاء المغرب العربي من غير تأشيرات. عدد كبير من الدول العربية مازال نمشيوا له بتأشيرات وعدد كبير من الدول العربية ما يجيوا لتونس كان تأشيرات. اش معناها؟ معناها إذا كان باش نعملوا هوية مجرد أن نزينوا بها مكاتبنا ما عندهاش تأثير حقيقي انعكاس حقيقي على واقع حياة الناس على إذابة الحدود. شو معناها هوية عربية؟ معناها كأنك انت تقفز على وقائع جيوسياسية قائمة في الوضع الحالي واللي احنا بالعكس احنا بعد عليها لأنك نشوف وش قاعد يصير. الكبار في هذا العالم ما زالوا يشتتون المشتت ويقسمون المقسم ويؤلموننا أكثر ويبعدوننا عن بعضنا أكثر. وشوفوا الدول المغرب العربي وحدها تذكروا فقط لماذا لا يستطيع الجزائري الجميل أن يزور صديقه المغربي الجميل. تنعرف عدل الخصومة بين الطرفين كانوا يتعدوا كيفنا ويمشي والأمور كانت طيبة وكانت الأجواء مفتوحة ولكن الأمور السياسية ما عليناش حتى الهوية ومسألة سياسية ولكن جوستمون فما مش كان الجزائر والمغرب فما برشا دول كثير دول خفيفة مثال دول الخليج العربي في حد ذاتها اللي أعلنت وتحدثت في يوم ما على الفيزا شنغن متاع الخليج اللي تاخذ فيزا في السعودية تنجم تدخل بها الكويت والإمارات وما حاليا أي مكان على حد علمي وما صارتش وما مشاوش فيها دول مجلس التعاون يتنقلوا بين بعضهم بواسطة جواز سفر سعودي ممكن انك تمشي بلاش تأشيرة للإمارات او العكس. انت تونسي باش تمشي لدول الخليج تاخذ فيزا شنغن كما فيزا شنغن تاع الفضاء شنغن باش تعمل فضاء خاص بدول الخليج. الفكرة مازالت مطروحة وقائمة لكن منذ تم الإعلان عليها ما فماش بعدها تطورات وتبعات نتاعها تنجم تكون جيدة جدا له فيزا شنغن. شوف باش نكونوا احنا انا عندك فيزا من الكويت تنجم تمشي للحج حتى في السعودية لا نعيش على الأحلام الوردية. احنا وضعنا كنا منذ حين كيش نرجع متنقضين كنا منذ حين نتحدث على انهيار النظام العربي الرسمي. وقت اللي خطوة كما هذه هي تدل ما تنجم يعملها النظام العربي الرسمي إلا وقت هو في عنفوانه وقت اللي هو يحب يفرض وضع جديد وشروط جديدة اللي هي عنوانها الأول نحن موجودون ونحن متفقون ونحن موحدون على الأقل موحدون في مستوى الهوية. هذا بعيد المنال الآن وسترون أنه مجرد خطاب لعل وعسى يلملم أوراقه يوما ما ونحن بحاجة إلى لملمة الأوراق العربية. شكرا سي رفيق. شكرا زينة. شكرا أستاذ خالد. شكرا سي خالد كرونا. شكرا لكم على حسن المتابعة. مازلنا مواصلين معكم بعد شوية في بعد النشرة الموحدة للأخبار نستقبل ضيفين اليوم نرجو نحكيو على المواطن الرقيب وبعد لقاء برئيس الحكومة سي نعمان النعيري يكون ضيفنا اليوم عن مواطن رقيب برئاسة الحكومة وأيضا الصحفي والكاتب والمحلل السياسي خليل القاضي مباشرة من لبنان. عود على آخر التطورات والأوضاع في ميدانيا والحقيقة الأخبار اللي قاعدة تجي آخر الأخبار فهمنا فينا مخال ذكرونا شنو كان يحكي الإعلام العبري الإسرائيلي تحدث على المقاتلين اللي تعرضوا إلى تفجير عبوة نصفة في لبنان ومروحيات بدأت بنقل في قوات النخبة في جولان الجيش نعم. مازلنا واصلين معكم راجعين هذه استوديو الوطنية. شكرا على حسن المتابعة كريم في الإخراج فاطمة العبار في التنسيق رفيق سامي كريم فريق الأعداد وزهر ودليل يأمنون اللايف ستريمينج كل يوم راجعين مرحبا